السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحب بكم يا شباب في المحاضرة الرابعة في كورس اللينير الجبرا. النهاردة إن شاء الله هناخد الستريت لاين وناخد صور الستريت لاين المختلفة. يبقى النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ستريت لاين، هنتكلم عن الخط المستقيم في الفراغ، عن معادلة الخط المستقيم في الفراغ. الستريت لاين ان سبيس. الستريت لاين ان سبيس. يبقى احنا بنتكلم عن الخط المستقيم في الفراغ. الخط المستقيم له أكتر من صورة نقدر نكتبه عليه يا شباب. عندنا الصورة السيمتريك فور، وعندي البارامتريك فورم او البارامتريك ايكويشن. يبقى الخط المستقيم اقدر اكتبه على الصوره السيمتريك او الصوره البارامتريك. والصوره السيمتريك اقدر اكتبها برضو بدلاله حاجتين، يا اما بدلاله تو بوينتس بنقطتين واقعين على الخط المستقيم، او بدلاله بوينت زائد الدايركشن فيكتور. الدايركشن فيكتور او اللي هو الدايركشن ريشيو. الدايركشن ريشيو اللي هو الدايركشن فيكتور ده ساعات في ناس بيقولوا عليه الدايركشن ريشيو ده أول. يبقى أنا أقدر أكتب السيمتريك فور يا إما بدلالة نقطتين واقعين على الخط المستقيم، أو بدلالة نقطة ومتجه اتجاهه اللي إحنا بنسميه دايركشن فيكتور أو دايركشن ريشيو. طبعًا البارامتريك فور في صورة واحدة هنشوفها دلوقتي إزاي بنجيبها. يبقى مبدئيًا الخط المستقيم في الفراغ أقدر اجيب له الصوره السيمتريك واقدر اجيب له الصوره البارامتريك. الصوره السيمتريك بقدر اكتبها بدلاله نقطتين او نقطه ومتجه اتجاهه اللي هو دايركشن ريشيو او دايركشن فيكتور. تعالوا نشوف مع بعض الصوره السيمتريك يا شباب هنكتبها ازاي. نيجي نقول السيمتريك فور، اول حاجه السيمتريك فورم او سيمتريك ايكويشن. كيس 1 لو انا عندي بوينت ولتكن اكس نوت واي نوت زد نوت، وعندي الدايركشن فيكتور اللي هو وليكن ساعات بنرمز له بالرمز في، وبنحط الدايركشن فيكتور يا شباب بين قوسين كده تراينجل A و B و C. افتراض ان انا عندي ادي نقطه وادي الدايركشن فيكتور بتاع الخط المستقيم. بكتب معادله الخط المستقيم ازاي يا شباب؟ الصوره السيمتريك بقى دي كيس 1، بكتب x ماينس x نوت اوفر A ايكوال y minus y نوت over b equal z minus z نوت over c. دي الصورة السيمتريك بدلالة نقطة ومتجه اتجاه الخط. طيب لو أنا عندي كيس 2، الحالة التانية يا شباب عندي 2 بوينت، لو انا عندي نقطتين وليكن نقطة x1 y1 z1 دي ولتكن نقطة p1، وعندي نقطة p2 اللي هي x2 y2 z2. افتراض ان النقطتين دول واقعين على الخط المستقيم، بكتب المعادلة السيمتريك ازاي يا شباب؟ بقول x minus x1 over x2 minus x1 equal 1
minus y1 over y2 minus y1 equal z minus z1 over z2 minus z1. انا لو انا عندي نقطتين واقعين على الخط المستقيم نقطه P1 ونقطه P2 اقدر اجيب الصوره السيمتريك للخط المستقيم من الصوره دي. طيب نيجي للبارامتريك. البارامتريك ايكويشن. البارامتريك ايكويشن بمنتهى البساطه هي السيمتريك ايكويشن سواء الصوره دي او الصوره دي وبساويها بالتي. يعني هي عباره عن الصوره السيمتريك اهي السيمتريك فور بساويها بكام يا شباب؟ بساويها ببارامترك اسمه تي، بارامتر اسمه تي. طيب يبقى في الحاله دي لو هو مديني بالصوره الاولانيه هقول اكس اكس ماينس اوفر اي ايكوال واي ماينس واي نوت اوفر اي بي ايكوال زد ماينس زد نوت اوفر سي ايكوال ايه يا شباب؟ ايكوال تي، بساويها بالتي. وبعدين بجيب اكس في طرف وواي في طرف وزد في طرف، يبقى اكس ايكوال اي تي بلس اكس نوت وواي ايكوال بي تي بلس واي نوت والزد ايكوال سي تي بلس زد نوت. هي دي اسمها الصوره البارامتريك للخط المستقيم يا شباب. يبقى انا بجيب الصوره السيمتريك بساويها بالتي واجيب الاحداثي اكس والاحداثي واي والاحداثي زد. اكس واي وزد دول احداثيات اي نقطه واقعه على الخط المستقيم، حيث ان اكس وواي وزد هي احداثيات اي نقطه واقعه على الخط المستقيم. هي احداثيات اي نقطه واقعه على الخط المستقيم. نفس الكلام اقدر اساوي دي يا شباب بالتي بار. يعني عندي اكس ماينس اكس 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. ما خلي بالك هنا المقام ده يعتبر هو الدايركشن فيكتور او الدايركشن ريشيو، ده هو برضو الدايركشن فيكتور للخط المستقيم. ايكوال واي ماينس واي 1 اوفر واي 2 minus y1 equal z minus z1 over z2 minus z1 بساويه بايه يا شباب؟ بساويه بالبارامتر t. وفي الحاله دي يبقى اذا x عباره عن x2 minus x1 t plus x1 y عباره عن y2 minus y1 مضروبه في t plus y1 والz عباره عن z2 minus z1 في t plus z1. دي هي احداثيات اي نقطه واقعه على الخط المستقيم. يبقى الصوره البارامتريك تي بتجيب لي احداثيات اي نقطه واقعه على الخط المستقيم. يبقى تاني بسرعه يا شباب، معدل الخط المستقيم في الفراغ ستريت لاين سبيس اقدر اكتبه على الصوره السيمتريك واقدر اكتبه على الصوره البارامتريك. الصورة السيمتريك بجيبها بطريقتين، يا نقطة ومتجه اتجاه الخط أو نقطتين واقعين على الخط. البارامتريك هي الصورة السيمتريك وبساويها بإيه؟ بتي عشان أجيب إحداثيات النقطة الواقعة على الخط المستقيم. طيب نشوف مسألة على الكلام ده يا شباب. نشوف مسألة على الكلام. بيقول لي find the parametric and the symmetric equation of the line passing through the point exam below. عندي نقطة P1 1 نيجاتيف 1 و 2 وعندي نقطة B2 2 و 1 و 5
find the parametric and symmetric equation of the line. يبقى هنا بيديني نقطتين اهو يا شباب. بيقول لي ان الخط المستقيم بيمر بنقطه بي 1 وبي 2. Find the parametric and symmetric equation of the line. بصوا يا شباب، يبقى انا هنا هكتب معادله الخط المستقيم اللي بيمر بايه؟ اللي بيمر بنقطتين. هاجي اقول عندي بي 1 اهي سوليوشن اللي هي 1 نيجاتيف 1 2، وعندي بي 2 بجيب اول حاجه الدايركشن فيكتور اللي هي الفي، يا النقطه دي ناقص دي او دي ناقص دي مش هتفرق. طيب يبقى الدايركشن فيكتور ادي 2 ماينس 1 ب 1، وادي 1 ماينس ماينس 1 يبقى ب 2، و5 ماينس 2 ب 3، يبقى ادي الدايركشن فيكتور. طيب واجي اكتب الخط المستقيم اللي هو ال ده، معادلته هتبقى اكس ماينس، ياخد ناقص النقطه دي او النقطه دي، برضه ينفع اكتبه بالنقطه دي او اكتبه بالنقطه دي، يبقى اكس ماينس 1 اوفر 1 ايكوال واي بلس 1 اوفر 2 ايكوال زد ماينس 2 اوفر كام؟ اوفر 3. يبقى انا خدته بدلاله النقطه دي يا شباب. هل ينفع اكتبه بدلاله النقطه دي؟ اه ينفع. اور اكس ماينس 2 اوفر 1 واي ماينس 1 اوفر 2 زد ماينس 5 اوفر 3. يبقى ينفع تكتبه يا بدلاله النقطه دي يا بدلاله النقطه، على مين؟ على الدايركشن فيكتور اللي هو 1 2 3. دي الصوره الايه يا شباب؟ دي الصوره السيمتري. دي ايه؟ دي سيمتريك 4. طيب عاوز اجيب البارامتريك. البارامتريك ايكويشن. طيب احنا عارفين ان البارامتريك ايكويشن هي نفسها سيمتريك، بسويها بايه يا شباب؟ بسويها بالتي. يبقى انا هاجي اقول اذا اكس ماينس 1 اوفر 1 ايكوال واي بلس 1 اوفر 2 ايكوال زد ماينس 2 اوفر 3. اساوي الكلام ده بايه يا شباب؟ اساوي الكلام ده بتي، وبعدين اجيب الاكس اساوي الحد الاولاني بالتي، واجيب قيمه الاكس واساوي الحد الثاني بالتي، واجيب قيمه الواي واساوي الحد الثالث بالتي، واجيب قيمه الزد. يبقى اذا اكس ايكوال تي بلس 1 و y equal 2t minus 1 وz equal 3t plus 2. هي دي الصوره البارامتريك يا شباب، والاكس والواي والزد تمثل احداثيات اي نقطه واقعه على هذا المستقيم. يبقى البارامتريك ايكويشن بجيب السيمتريك واساويها بكام؟ واساويها بتي. ده كان الجزء الاولاني في المحاضره.